السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين من كل مكان وزمان، نرحب بكم في قناتنا المتواضعة، ونرجو من الله عز وجل أن تنال على إعجابكم. ولكن عزيزي المشاهد، قبل أن نبدأ ويجب علينا التنبيه إلى بعض النقاط المهمة التي يجب أن تراعيها أثناء مشاهدتك لقناتنا. التنبيه الأول، أخي الكريم، لا تلهك المشاهدة عن ذكر الله عز وجل، فما بالك من أداء الصلاة فلا تؤخرها عن ميقاتها. التنبيه الثاني، عزيز المشاهد، إن ما تشاهده من محتوى منهوى أو مانجا أو حتى إنمي ما هو إلا من خيال مؤلف لا يمت للواقع بصلة، وخاصة الأمور العقائدية. هؤلاء الغرب لا يعظمون دينهم كما نفعل نحن، فانتبه أن يتشرب قلبك من هذه المعتقدات، فكن ذكيا. التنبيه الثالث، أخي الفاضل، نحن نبذل مجهود ضخم خلف الشاشة التي تشاهدنا من خلالها حتى يصل إليك المحتوى بهذا الشكل، لذلك لا تبخل علينا بعمل اشتراك للقناة وتفعيل زر الجرس والضغط على زر اللايك ومشاركة الفيديو، وأيضا مشاركتنا رأيك في التعليقات، فهذا يهمنا للتقدم للأمام إن شاء الله. وآخر شيء، حتى لا أطيل عليكم أكثر من هذا، لا تنسى ذكر الله عز وجل وأن تصلي على حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويلا بينا. وبينتقل بينا المشهد أمام القصر الخاص بزعيم الطائفة الشيطانية، وبنشوف أن السيد الثالث قد وصل بالفعل إلى هذا المقر، وفجأة بيرحب به أحد الحرس وبيقوله لقد دعاك الشيطان السماوي لتدخل الجناح العالي، من فضلك اتبعنا سنرشدك للطريق أيها السيد الثالث. وبالفعل بيذهب معهم، ويا له من مكان مرتفع جدا فوق شواهق الجبال. بنشوف السيد الثالث مصدوم جدا وبيقول في نفسه ما هذا، هذا هو حقا الجناح العالي؟ وبنشوف على قمة هذه الجبال يوجد المكان الذي يجلس فيه زعيم الطائفة الشيطانية، وفجأة بيقول ما هذا الإحساس الغريب؟ وبنشوف السيد الثالث وهو يبدأ بالصعود إليه، وبدأ بالتلفت وتفقد الوضع من حوله، وبيقول في نفسه إنها حقا وكر الطائفة الشيطانية، الحراسة هنا مشددة والمرافقون في غاية القوة، يبدو الأمر مشابها عندما كنت في القصر السماوي وقلعة الدم الحديدي مع الأساتذة العظماء حولك، ولكن هذا المكان يبدو وكأنها محاكمة من نوع ما، إذا ارتكبت أي خطأ فأنا متأكد من أنه لن يمر بسلام. وبالفعل بيصلوا إلى نهاية هذا الطريق ويقف أمام بوابة ما بداخل هذا الجبل، وبنشوف السيد الثالث مصدوم جدا ويقول في نفسه ماذا، لقد قال انه كان جناح، لكن اليس هذا كفا؟ حسنا، لا يجب ان اكون خائفا، علي ان اتصرف وكانني اعرف كل شيء مسبقا، ما اذا كان بامكاني الخروج حيا من وكر اتباع الشيطان ام لا، فذلك سيعتمد على افعالي القادمه. ركز يا تشون هاجين، الخصم هو الشيطان السماوي. ولكن فور دخول السيد الثالث سرعان ما يصاب بالدهشة من المنظر الذي يراه من سهول خضراء وأشجار مزهرة، ويكون مصدوم جدا ويقول ما هذا، نحن بالتأكيد في الشتاء، لكن هنا هل هنا فصل الربيع بالفعل؟ هل أنا في حلم ما؟ لا يمكن أن يكون كذلك، إذن أعتقد أن هذا وهم من نوع ما، أن يجعلني أشاهد هذا المشهد قبل مقابلته، وفجأة هذا العرض الذي لا معنى له، أريد التقاعد وأبني بيت في مكان مليء بالعشب مثل هذا، هذا بالضبط كما تصورت أنه سيكون مكان تقاعدي، ولكن ما مدى حقيقة هذا؟ وفجأة بيسمع صوت شخص ما من خلفه بيقول من هنا؟ فبينظر إلى السيد الثالث ومرعوب جدا وبيقول من؟ وبينظر إلى مصدر هذا الصوت، وبنجد زعيم الطائفة هو الذي كان يتكلم، وبيقول السيد الثالث هذا، هل كان هذا الجناح موجودا من قبل؟ إلى جانب ذلك هنالك شخص ما واقف هناك، إذا أعتقد أنه هو. وبالفعل بدأ السيد الثالث بالتوجه إليه بخطواته الثابتة، ولكن سرعان ما بدأ هذا الوهم بالتبدد من حوله، لكن بنشوف السيد الثالث ويشعر بأمر ما غريب ويقول في نفسه ما هذا، خطواتي عشوائية، ولكن يبدو كما لو أنني أعرف الطريق جيدا، الخطوة الأولى تمثل الحياة، أما الثانية فهي تمثل الوفاء، يا لها من متعة، هل هذه هي حقيقة صورة الجناح الذي أسمع عنه كثيرا؟
إن إحساسي كملك القتل ينبهني أن هذا المكان شديد الخطورة، لكن الآن ليس هنالك عودة للوراء. للخروج من أتباع الشياطين والعيش حياة جديدة يجب أن أقابل ملكهم. هل سأرى أخيرا وجه الشيطان السماوي؟ لا، على وجه الدقة الشخص التاسع الذي تلقى الاسم الملكي للشيطان السماوي، أقوى رجل في العالم. وبالفعل ما هي إلا لحظات إلا أن وقف السيد الثالث أمام القائد العام، وبدأ الشيطان السماوي بالنظر إليه وبيتقل بين المشهد إلى البوابة الخاصة بهذا المكان، وبيشوف أحد الجنود هو بيقول هل دخل السيد الشاب الثالث بعد؟ وبنعرف أنه قائد الحرس، وبيقول له الحارس هذا صحيح لقد دخل بالفعل، هل هنالك شيء ما يزعجه؟ فبينظر إلى البوابة وبيقول قاعدة الشيطان السماوي الحالي لم يكن هنالك سوى مناسبتين حيث دخل أحدهما إلى هذا المكان. كانت المرة الأولى قبل 25 عاما عندما قبل المعلم تلميذه الأول. فبيستغرب الحارس وبيقول التلميذ الأول الذي تتحدث عنه هل هو الدوق الأكبر؟ فبيرد عليه لا، أصبح الدوق الأكبر تلميذا للسيد منذ 20 عاما بالضبط. فبيستغرب الحارس من سماع هذه الكلمات وبيقول إذن قبل الدوق الكبير هل كان هنالك تلميذا آخر للسيد؟ فبيرد عليه وبيقول له هذا صحيح، والسبب الذي لا تعرفه هو أنه مات هنا داخل جناح الأدلة هذا. عندما وجدناه بدا وكأن الوحوش قد أكلت جسده بالكامل، جسده كله كان مقطع لأشلاء، ولهذا مات بشكل مزري جدا. فبنشوف الحارس ومصعوق جدا من سماع هذه الكلمات وبيقول له ماذا أتقصد أن اللورد؟ فبيرد عليه لا، لو أراد اللورد قتله لما تكبد عناء إحضاره إلى هنا. فبيقول له الحارس إذن من جاء هنا بالضبط؟ فبيرد عليه إنه معلم، شخص ذو نفوذ كبير يتعامل مع الشؤون الرئيسية والسنوية لهذه الطائفة، الرجل الوحيد في ثقافتنا الذي وصل إلى القمة، ليس من أجل فنونه القتالية ولكن من أجل عقله أيضا. إنه الشخص الثاني الذي يدخل إلى هذا المكان في أي وقت مضى. فبنشوف علامات الصدمة على وجه هذا الحارس الصغير وبيقول هل أنت تقصد؟ فبيرد عليه نعم، لقد تمكن من الخروج حيا بفخر، ولكن اليوم يتم إجراء هذا الاختبار مرة أخرى، هل سيعود السيد الشاب الثالث إلى الحياة؟ وبينتقل بين المشهد وبنشوف السيد الشاب الثالث وهو يقدم التحية إلى ملك الشياطين وبيقول له التعليم السماوية لا يمكن التشكيك فيها، يخر جميع الشياطين عند قدميك يا سيدي، أنا أحييك يا ملك الشياطين. فبيرد على الزعيم وبيقول له حسنا فلتنهض الآن. وبالفعل بينظر إليه السيد الثالث في حالة من الصدمة وبيقول في نفسه إذن هذا هو الشخص، هو الشيطان السماوي ليشيونخ سامخ، إنه مختلف حتما، إنه السيد الشيطان العظيم والحاكم المطلق، رغم أنه لا يبعث أي هالة كما لو أنه يكذب تلك الإشاعات، لكن لازال بإمكان الشعور بقوته الأشبه بالجبال. هذا شخص لا يمكن وضعه في أي مقارنة من ناحية القوة، هذا هو أقوى حاكم فنون قتالية في الوجود، شخص قوي للغاية لدرجة أنه يعتبر شبه خالد ويعيش في بعد مختلف تماما، لكن لما لا يحاول أن يحكم العالم؟ أنا أعتقد أن بقوته هذه يمكنه بالفعل أن يسيطر على عالم الموريان بالكامل. وفجأة بيتوتر ويقول في نفسه تبا لقد توترت فقط من هالتي، يجب أن أتحكم بنفسي أكثر، أين فخرك كأحد أقوى الفنانين القتاليين؟ وبنشوف اللورد الشيطاني وهو يقوم بسكب بعض العصير وبيقول حسنا فلتأخذ هذا. وبالفعل بنشوف السيد الثالث ويأخذه منه وبيقول له شكرا لك يا سيدي، وبينظر إليه وبيقول في نفسه حسنا إنه نوع فاخر جدا على ما أظن. وبالفعل بيقوم بشربه بسرعة وبيقول إن مذاقه رائع حقا. فبيقول اللورد هل طلبت رؤيتي؟ فبينظر إليه السيد الشاب الثالث وبيقول حسنا بالفعل لقد طلبت ذلك. فبينظر إليه اللورد بيقول لماذا؟ فبيتوتر السيد الثالث وبيقول في نفسه يا للبرود، هل جميع السادة وتلاميذهم قاسون تجاه بعضهم البعض في هذه المنطقة؟ على كل حال يبدو أن ملك الشياطين لا يحب أن يضيع أحدهم وقته، لذا سأكون صريحا معه. فبيقول له حسنا لدي طلب. فبيقول اللورد
ما هو طلبه؟ فبنشوف السيد الساسو متوتر جدا وبيقول في نفسه: لماذا تتردد بحق الجحيم يا شون هاجين؟ أنت أحد أفضل 10 ممارسين للفنون القتالية في العالم، هل ستستمر بالتلعثم هكذا كالأصم؟ وفجأة بيقول: حسنا، هل من الممكن أن أغادر العشيرة؟ وبيكون متوتر جدا وبيقول في نفسه: ما هذا؟ ليس هكذا، لقد نسيت كل ما أردت قوله، كان يفترض أن أقول أنني بحاجة لبعض الروح لأستعيد طاقتي. فبنشوف اللورد وهو ينظر إليه وبيقول: هل تريد مغادرة العشيرة؟ فبيرد عليه: أجل أيها اللورد. وفجأة بيشير إليه اللورد وبيقول له: اسكب لي المزيد من العصير رجاء. وبالفعل بنشوف السيد الثالث وهو يفعل ذلك وبيقول في نفسه: سيجنجنوني، لا يمكنني رؤية تعابير وجهه، حتى لا يمكنني استشفاف ما يفكر به حقا على الإطلاق. وفجأة بيقول اللورد: كان طلبك هذا غامضا للغاية، هل تقول أنك تريد الخروج قليلا أم أنك تريد إنهاء علاقتك مع العشيرة بالكامل؟ حسنا، ألا يعجبك أن تتبعني؟ وبتنزل هذه الكلمات كالصدمة على السيد الثالث وبيقول: كلا، ليس هذا ما أقصده على الإطلاق أيها اللورد. فبينظر إليه اللورد بيقول: هل استسلمت فحسب؟ هل هذا لأن جسدك قد أصابه بعد المرض؟ هل هذه هي حدود مهاراتك؟ وبينظر إليه اللورد بغضب شديد وبيقول: يا لها من خيبة أمل. وبنشوف السيد الساسو متوتر جدا وبيقول في نفسه: تبا، لقد قضي علي. وبيقول: أنا لم أكن أحاول إنهاء علاقتي بالعشيرة بالكامل أيها اللورد، لم يمر الكثير من الوقت منذ أن استعاد جسدي صحته، هل تعلم كما أنني قد خسرت فنون القتالية كذلك؟ أنا حقا أردت استعادة قوتي، لكن هذا لم يكن بالسهولة التي توقعتها، لذا ظننت أنه ربما يمكنني الخروج قليلا لاستنشاق بعض الهواء. حسنا أيها اللورد، هذا ما جئت لأطلبه منك اليوم، هذا كل ما في الأمر. وبنشوف السيد الثالث وهو بدأ بالإطمئنان، ولكن فجأة بينزعج جدا اللورد من سمع هذه الكلمات وبيقول: أنت تعني، هل هذا هو طلبك؟ هل طلبت رؤيتي فقط حتى تغادر؟ فبنشوف السيد الثالث وهو متوتر جدا وبيقول في نفسه: تبا، لقد كنت مهملا للغاية، لو فكرت بالأمر قليلا هذا سخيف فعلا، السبب وراء طلب رؤية حاكم كل شيء الشيطان السماوي للعشيرة الإلهية كان فقط من أجل طلب إذن للخروج. وبيكمل اللورد بيقول له: إذن. وبنشوف السيد الثالث وهو يكاد أن يموت من الصاعقة وبيقول في نفسه: لا يوجد وقت كافي للتفكير بأي شيء آخر، فكر بسرعة بشيء لتقوله يا شون هاجين. وفجأة بيقول: حسنا أيها اللورد، لقد أردت رؤية وجهك لأنه قد مرت فترة طويلة يا سيدي. فبيستغرب جدا اللورد من سماع هذه الكلمات وبينظر إليه. وبنشوف السيد الثالث متوتر جدا وبيقول في نفسه: أنا لا أظنه مستاء بالنظر لتعابير وجهه، أليس كذلك؟ وفجأة بيقول: حتى وإن كان جسدي في هذه الحالة، أنا لدي واجبات كتابع لك، أليس كذلك؟ أنا لا أظن أنني قد تمكنت من إعادة ولو جزء من 100 مما أظهرته لي من كرم، ولم أتمكن حتى من شكر. وبيقول في نفسه: حسنا، سألعب على وتر المشاعر لدى ملك الشياطين. وفجأة بنشوف اللورد وهو يرفع يديه وفيها الإناء، وفي أقل من لحظة بيبدأ هذا الإناء بالتبخر إلى ذرات في الهواء. وبنشوف السيد الساسو مصعوب جدا وبيقول في نفسه: لقد تحول الزجاج إلى غبار بالفعل، ما هذه القوة؟ وبينظر إليه اللورد بغضب وبيقول: هل قلت واجبات التابع؟ وفي أقل من لحظة بيقف أمامه بشكل مباشر وبينظر إليه وبيقول: لو كنت تعلم بواجباتك لم تكن لتظهر أمامي بهذا الجسد، هل أخطأت الحكم عليك؟ وبنشوف السيد الثالث وهو متوتر جدا بيقول في نفسه: هذا الجسد هل يعقل؟ عينا ملك الشياطين، هل يعلم أنني لست الثالث؟ الأمر كما لو أنه كان ينظر مباشرة إلى روحي، هل بالفعل تم كشف أمري؟ أي عذر سأختلق هذه المرة؟ وفجأة بنشوف اللورد وهو يذهب من أمامه وبنشوف سيد سازو مصدوم وبيقول في نفسه: كلا، لم يكتشف أمري بعد، لكنني أشعر بالإنزعاج قليلا مما قاله للتو. في النهاية تابعه الذي قد عانى من السداد في طاقة الكي خاصته يظهر أمامه لتحيته فور تعافيه، لكن كيف لا أعلم واجباتي؟ ماذا بحق الجحيم؟ هل أنا الغريب هنا؟ ما الذي غائب عن ذهني هنا؟ وفجأة بيقول اللورد: سأرسل أحدا خلال 3 أيام، يمكنك المغادرة الآن.
وبنشوف السيد الساسو مصدوم جدا ويقول في نفسه ماذا؟ ما هذا بحق الجحيم؟ لكن ماذا عن طلبي الخروج؟ هل أنا مسموح لي بالخروج أم لا؟ هل يمكنني فعل ما يحلو لي؟ أخبرني، هذا مجهد للغاية. وبالفعل بنشوف السيد الثالث وقد انصرف من المكان، وبنشوف اللورد هو بيقول جناح الحكم الشيطاني والسماء الصافية والمروج الخضراء، هذا مشهد لم أره منذ مدة طويلة. وبيمر الوقت ويعم ظلام الليل المكان، وبنشوف اللورد هو بيقول هذه مكافأة لك على عملك الجاد، وبيعطي كوبا من العصير الخاص به إلى قائد الحرس، وبيقول إنه لشرف عظيم لي أيها اللورد العظيم. وبيقف اللورد أمام قفص ماء معدني، وفجأة بيقول ماذا عن الثالث؟ فبيقول الحارس لقد كان يتعافى في منزله. فبيستغرب اللورد بيقول هذا فقط؟ حسنا، إن كان الأمر كذلك فلا بأس. لقد التقطته منذ 10 أعوام ظنا مني أنه تنين، ثم شعرت بالإحباط لاكتشاف أنه مجرد أفعى سامة، لكن عندما قابلته مجددا اليوم كان شخصا مختلفا تماما. ربما ابتعد عن طريق الشر لكنه يعرف معنى الموت جيدا، حتى اعتقدت أنه يعرفه أكثر مني. فبنشوف الحارس مصعوق جدا وبينظر إلى اللورد وبيقول في نفسه جناح الحكم الشيطاني هو جناح حيث يتم الحكم على الشر، يقوم ملك الشياطين بإحضار الهدف إلى الجناح ويتم تقييمه عن طريق تعويذة لا يراها إلا ملك الشياطين فقط. يقوم جناح الحكم الشيطاني بتقييم الشخص المستهدف ويظهر للملك الشياطين حالته الحالية وحالة لا واعية كذلك، لكن ماذا يحدث إن لم ينل الشخص المستهدف استحسان ملك الشياطين؟ عندها وبناء على رغبة ملك الشياطين قد تبدأ الشياطين بمهاجمة ذاك الشخص، وإن أظهروا أي نية للقتل يتم تدميرهم فورا بطريقة مخزية. إن هذا معرفة النوايا الحقيقية للأشخاص أمر مهم للغاية، تعويذة من أعلى مستوى لا يستطيع أحد استخدامها إلا الملك الشيطان بنفسه. وفجأة بيقاطع اللورد تفكيره بيقول هل بستان البامبو على ما يرام؟ فبيرد عليه أجل، مسؤول الطاقم يقوم برعايته كل يومين، عادة يكون متوسط الوفيات بسبب هذا 5 أشخاص كل شهر، لكن لحسن الحظ لم تحدث أي وفيات في آخر 4 أشهر. فبيقول اللورد حسنا هذا خبر جيد، أطلب من مسؤول الطاقم الارتياح بشكل مؤقت، أنا سأرسل الثالث إلى بستان البامبو. فبيصعق جدا الحارس بيقول هل سيذهب إلى بستان البامبو وحده يا سيدي؟ فبيقول اللورد بالضبط، هذا هو المكان الأمثل كي يستنشق بعض الهواء. وبيمر الوقت وبينتقل بين المشهد إلى السيد الثالث وهو يقوم بالذهاب إلى بستان البامبو وهو في وضع مزري جدا، وبيتعصب جدا من وجوده في هذا المكان، وبيقول في نفسه تبا لك يا ملك الشياطين، لماذا بحق الجحيم أرسلتني إلى هذا المكان المنعزل؟ ماذا فعلت بشكل خاطئ لترسلني إلى مكان كهذا وحدي؟ وفجأة بيبدأ بالصراخ وبيقول تبا لك يا ملك الشياطين، هل هذا مكان يمكننا استنشاق الهواء فيه؟ تبا لك أيها الحسين اللعين. وفجأة بيظهر شخص ما من العدم خلفي وبيقول أعذر وقاحتي، ولكن هذه التعليقات قد تكون خطيرة للغاية لو سمعها أحد آخر يا سيد الصغير. أي إهانة موجهة إلى شخص ملك الشياطين كفيلة بإصدار حكم الإعدام بحقك، ولا يوجد أي استثناءات لهذه القاعدة حتى ولو كنت أحد السادة الصغار. فبينظر إليه السيد الساسو مصدوم جدا وبيقول حسنا كان يجب عليك الانتباه أكثر من هذا، أنا لم أكن أسيء لملك الشياطين. فبيبدأ هذا الشخص بصرخ وبيقول حقا أعتذر عن سوء الفهم أيها السيد الصغير. وبنشوف السيد الساسو مستاء جدا وبيقول في نفسه تبا هل هذا نظام ملكي أم ماذا؟ لماذا لا يمكنني التحدث عنه بأي سوء؟ حسنا، أظن أنه في مكان أعلى من الإمبراطور بالنسبة لهؤلاء التابعين الحمقى للطائفة الشيطانية، إنهم يعتبرونه حاكمهم الوحيد حقيقة. وفجأة بيقول إذن هل أنت من جناح المحكمة؟ فبيرد عليه أجل هذا صحيح. وفجأة بيبدأ بتقديم التحية إلى السيد الثالث وبيقول في خدمتك مادون جيبل القائد الثالث لقطاع المحكمة للعشيرة الشيطانية السماوية، خدمتي لك كحارس شخصي تعد شرفا سيمتد ل3 أجيال من سلالتي. وبنعرف أن هذا الشخص هو القائد الثالث لقطاع المحكمة للعشيرة الشيطانية السماوية مادون جبيل،
وبينظر إليه السيد ساس مستغرب ويقول في نفسه: حارس الشخصي، أنا لا أهتم بالشرف وأجيالك السلاسة، أنا فقط أريدك أن تبقى بعيدا عني. وبينتقل بنا المشهد إلى أحد المباني الموجودة بداخل هذه الغابة، وبنشوف السيد الثالث وهو جالس ينظر إلى غابة البامبو وهو في وضع مزري بيقول: يا له من منظر رائع هنا، ولكن لا يوجد مهرب منه، أنا لا يمكنني مغادرة هذا المكان مهما حاولت جاهدا، أنا لا يمكنني مغادرة المكان. وبيبدأ بالصراخ بيقول: أنا أكرهك أيتها العشيرة الشيطانية اللعينة، لقد طلبت الخروج مرة واحدة في حسب، لماذا نفوني إلى هذا المكان اللعين؟ ولكن هذا صحيح، أنا لم أتوقع أن يكون الأمر سهلا في المقام الأول، دعنا لا نهدر المزيد من الوقت في أفكار لا جدوى منها. في النهاية لماذا أردت مغادرة العشيرة الشيطانية في الأساس؟ كان هذا لأنني شعرت بعدم الراحة فور علمي بإعادة تجسيدي كالسيد الصغير الثالث للعشيرة الشيطانية، سأضطر لمغادرة هذا المكان يوما ما، ولكن هذا مستحيل الآن، وفي الوقت الحالي يجب علي أن أعيش حياتي كالابن الثالث للعشيرة الشيطانية بشكل مؤقت، ولكي أتمكن من النجاة بجسدي هذا فأنا بحاجة للقوة، يجب أن أزداد في القوة. العشيرة الإلهية للشيطان السماوي تعتقد بشدة أن البقاء للأقوى أكثر من أي عشيرة أخرى في عالم الموريم، ومغامرتي لهذا المكان لم يكن خيارا ممكنا من الأساس، في النهاية لا سبيل لي لتخطي هذه المحنة والفنون القتالية، أنا لن ألجأ للحيل الرخيصة بعد الآن، أنا سأستعمل قوتي الخاصة لكي أخرج من هنا مرفوع الرأس بقوتي الخاصة مهما كلفني الأمر. وفجأة بيظهر من خلفه الحارس الخاص بي وبيقول: يا سيد الصغير. وبنشوف السيد الساس ومزعور جدا وبيقول له الحارس: الطعام جاهز، من فضلك هيا لنتناول الطعام. فبيقول له السيد الثالث: أنت لقد أفزعتني بالفعل، لقد أخبرتك ألا تضايقني. فبيرد على الحارس: لكن لقد مر يومان بالفعل منذ أن جئنا إلى هنا وأنت لم تأكل شيئا ناهيك عن شرب المياه، لقد كنت قلقا على صحتك يا سيد الصغير. وبنشوف السيد الساس ومستغرب بيقول: هل مر يومان بالفعل؟ لكن هل يجب عليك دائما أن تظهر بوجهك المخيف هذا؟ انتبه لهذا مرة أخرى. وبيقول الحارس: حسنا يا سيدي. وبنشوف السيد الثالث ومستغرب جدا من هذا الأمر وبيقول في نفسه: إنه ليس بشخص متكيف أليس كذلك؟ هل كل اللقطاء في العشيرة الشيطانية على شاكلته؟ وبعد مرور 3 أيام منذ دخولهم لبستان البامبو بنشوف السيد الثالث وهو يقوم بعمليات التدريب الخاصة به وبيقول في نفسه: أولا سأستعمل تقنية اللانهائية لإعادة جسدي وروحي إلى وضعهم الطبيعي. وبالفعل بدأ باستخدام تقنيته الخاصة وبدأت المانة بالتدفق في جسدي بالكامل. وفجأة بيقول في نفسه: ما هذا؟ إن سريان الطاقة في تقنية لانهائية مختلف عن الطبيعي، هل هذا المستوى من القوة الروحية، المستوى الثالث من القوة؟ وبنعرف أنه يمكن تقسيم تقنية لانهائية إلى 5 مراحل من القوة. وبيقول في نفسه: في حياتي السابقة كمقاتل مأجور تمكنت من الوصول إلى أعلى درجة من المرحلة الرابعة من القوة، بفضل تقنية لانهائية يصبح الرابط بين الفنون القتالية والجسد المادي أسرع بكثير من البرق، لكن هذا الجسد الضعيف حتى وهو يعاني من انسداد في الطاقة قد وصل بالفعل إلى قمة المرحلة الثالثة من القوة وعلى وشك الانتقال إلى المرحلة الرابعة. هل يعقل أن هذا الثالث اللقيط عبقري من نوع ما؟ وبعد مرور برهة من الوقت بنشوف السيد الثالث ويفعل أحد التقنيات الأخرى وبنشوف أن الطاقة المحيطة به بدأت بالتغير وبيقول في نفسه: تم تفعيل تقنية التطهير تلقائيا، تقوم تقنية التطهير بتجميع الطاقة من الأشياء المحيطة به إلى جسدي وتقوم بتطهيرها أيضا، كما تقوم بتطهير هواء المنطقة بالكامل وتصبح طاقة الأشياء المحيطة بي جزءا من طاقتي، وعندما يتم تطهير هواء المنطقة بالكامل تتضاعف كفاءة نمو النباتات، إن استمر الوضع على ما هو عليه سأتمكن من استعادة قوتي في لمح البصر. حسنا إذن يمكنني الآن الانتقال إلى المرحلة الرابعة من القوة. وبالفعل في أقل من لحظات بدأت طاقة عظيمة جدا تنفجر من جسدي في شكل مهول، وبدأ هذا الأمر بالاستمرار مجددا. وبعد مرور 5 أيام منذ دخولهم إلى بستان البامبو
بنشوف السيد الثالث وهو سعيد جدا وبيصرخ بيقول لقد انتهيت، لقد شوف يا جسدي تماما، تحسنت أوعية الدموية المتضررة وحاوية الطاقة بشكل أفضل بكثير مما يفترض عليه في سني، وبفضل هذا أصبحت حياتي داخل بستان البامبو أسهل بكثير مما هو متوقع، حتى شعري أصبح داكنا أيضا، يقولون أن شعري فقد لونه عندما حدث الانسداد بالطاقة، وفوق كل شيء يمكنني تناول الطعام مؤخرا بشكل جيد، بالإضافة أنني اكتشفت أن زنجبيل طاهي رائع بالفعل، وأيضا يمكنني النوم كيفما أشاء، وفي النهاية تمكنت من استعمال مهاراتي من حياتي السابقة كمقاتل، عندما كنت قاتلا مأجورا حصلت على مهارة تدعى الحواس الفائقة، لقد أيقظت تلك المهارة تلقائيا نتيجة قرب المتكرر من الموت وخبرتي التي حصلت عليها من حياتي كمقاتل، كما يمكنني استعمال الفنون القتالية التي تزيد من الحواس الفائقة، ومن ضمنها تقنية الشبكة الملكية للقوى الستة تمكنني من الشعور بكل ما يحيط بي، كانت مهارة الغرض منها هو زيادة حساسية الحواس الخمس لأقصى درجة ممكنة وأكثر من أي وحش أيضا، بهذه المهارة يمكنني الشعور بكل ما يحيط بي دون أن ألتفت إليه حتى، وفجأة بياخد باله من مدى وحشية المكان الذي هو موجود به فبيستاء جدا وبيقول أنا أكره كيف أتكيف بشكل رائع في مكان كهذا، هذه الوحشية هذا يذكرني بكل معاناتي أيضا، وفجأة بيظهر من خلفه الحارس الخاص بي وبيقول يا سيد الصغير الطعام جاهز، وبنشوف السيد الثالث وهو مفزوع جدا وبيقول أيها اللعين لقد كنت تختبئ عندك طوال هذا الوقت أليس كذلك؟ أنت ستستمر في أفعالك هذه، حسنا سرارة من منا سينتصر في النهاية؟ فبنشوف الحارس وهو يعتذر منه وبينظر إليه السيد الثالث وهو مستاء جدا وبيقول في نفسه هذا اللعين إنه يلعب دور الأحمق كي يستمر في مضايقتي أليس كذلك؟ ما خطبه بالضبط؟ وبيمر الوقت وبنشوف الحارس وهو بيقول ستصبح الوحوش الشيطانية أكثر نشاطا فور غروب الشمس، يجب أن نعود الآن، لكن بنشوف السيد الثالث وهو يتجاهله ومنغمس في تفكيره ويقول في نفسه أخيرا وجدت الأساس الصحيح لفنوني القتالية، إن وضعت مهاراتي وخبرتي كقاتل مأجور في هذا الجسد سأصبح أقوى بكثير في لمح البصر، حتى أنه يمكنني تجاوز كل من كان في عالم المريم، وفجأة بيأخذ باله الحارس من وجود شيء ما بالجوار وبينظر إلى داخل هذه الغابة وبيقول في نفسه هل هذا شبح؟ هل بالفعل بدأوا بالظهور؟ والهنا عزيزي المشاهد بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم، أتمنى أن تكون نالت على إعجابكم، وما تنسوش تنتظروا الحلقة القادمة إن شاء الله وأن تشاهدوا الحلقات السابقة لنا، وما تنساش ذكر الله عز وجل وتصلي على حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم وتشاركنا برأيك في التعليقات وعمل لايك للفيديو، ولا تنسوا أننا نقوم بأقصى ما في وسعنا لنقدم لك المحتوى بأفضل طريقة ممكنة، وأن تسامحنا من أي خطأ أو تقصير قد بدر منا، وفي الأخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.